أهلا بكم في بانودراما. دراما متنوعة من مختلف بلدان العالم إن شاء الله رح نقولكم إياها اليوم بحلقتنا. أنا حنين الياس وزميلتي ريما الشيخ. أهلا وسهلا فيكم بهي الحلقة، ومنتمنى تقضوا معنا وقت ممتع ومفيد. أهلا وسهلا بكم. طبعا شبكة ام تي في قررت انه تنطي الضوء الاخضر لتصوير الجزء الرابع من مسلسل تين وولف. هذا المسلسل حاليا دا يتم عرضه طبعا بالجزء الثالث، وراح يتوقعون انه راح ينتهي عرض الجزء الثالث ببداية العام الجديد اللي هو 2014. قصة المسلسل شوية غريبة. هو مراهق يكون ويا اصدقائه يتعرض الى عضة من شخص مستذئب وينقل له هاي اللعنة، وطبعا هو يصير عنده أعداء هواية ويحاول أنه ينتقم من أعدائه بأنه ينقل لهم اللعنة. على فكرة هذا النمط من الأعمال كتير له جمهور يعني، وبالفترة الأخيرة صار رائج، الناس تستناه يعني، بتحب هذا النوع لأنه بيطلق الخيال والعنان لخيالهم بالأحرى. صحيح، وهم من الأعمار المختلفة تتابع هيك حلقات، مو بس أنه مراهقين أو كبار بالعمر، الفئات العمرية المختلفة تحب متابعة الأخبار شوية خيالية. رح نشوف مقاطع بسيطة من تين وولف. Everyone around me gets hurt. You know what I want for my birthday? I thought you'd stay out of all this. I can take care of myself. I want one. Don't you realize what you're dealing with? How many are there? A pack of them. Can't beat a pack of alphas. They're too fast for us. They're too strong. Too rabid. I'm more about discovering new talents. You want me to kill my own pack? No, I want you to kill one of them. Do that, and I won't have to ask you to kill the others. You'll do it on your own. People are getting murdered again. Am I the only one recognizing the lack of werewolfitude in these murders? So if these aren't random killings, then what are they? I have no clue how he ended up finding that body. I think I know what's happening. Now I'm coming for you. You and everyone you love. I'm coming for all of them. Every time I try to fight back, it just gets worse. People keep getting killed. I don't know what else to do. How do I stop them? Don't stop them. Lead them. هذا المسلسل خلال موسمه الأول حصل على العديد من الجوائز وكان ياخذ أعلى التقييمات من بين المسلسلات الدرامية. هذا السبب اللي خلى هذا التصريح يشكل صدمة للجمهور. طبعا مسلسل تشارمد هو بعامة 15، وطاقم هذا المسلسل قرروا أنه يحتفلون بهاي الذكرى بما أنه هم بدأوا تصوير مسلسل من 1998 بنفس الممثلين. طبعا كانوا يضيفون شخصيات جديدة لأن الممثلين دا يكبرون فيجيبون شخصيات صغيرة بالعمر، وهو خلى الناس تتعلق والجمهور لأنه حلو تتابعين مسلسل تشوفين شخصية بعمر 17 ترجعين تشوفيها بعمر 25 أو أكبر. همينا طبعا هم مو بس المسلسل الوحيد اللي يتعلق بالساحرات، لكن هذا المسلسل خلى الجمهور يتعلق به. أكيد بيكون العمل فيه حبكة درامية مختلفة شدت قدرت تشد الجمهور. صحيح، حتى إحنا رح نذكر الجمهور بمسلسل شان مقاطع بسيطة. يلا. Shut your mouth.
ما ذكرنا لكم راح يتم عرض أول حلقات من هذا المسلسل في بداية العام الجديد، بالتحديد أول 8 حلقات راح يكونوا بشهر 1/2014 حصرياً على ستارز. ننتقل إلى ليوناردو دافنشي، منو ما يعرفه؟ طبعاً أكيد ما في حدا ما بيعرفه، وما بيعرف الموناليزا كمان يعني اللي هي من رسمه. هسا أكو ناس هواية ما تعرف إنه هو عنده مسلسل عن ليوناردو دافنشي بعمر 25 عام، هم أطلقوا الموسم الثاني وطلع الإعلان مالته على الشبكات وعلى الإنترنت، كل الناس صارت تعرف، وحصل على جائزتين إيمي بالجزء الأول. المسلسل لأنه هو كان يتبع القصة الغير محكية عن أعمال ليوناردو دافنشي، وهو كان بعمر 25 عام واختراعاته العديدة، يعني الفترة الأولى من حياته اللي ما كان مسلط الضوء عليه فيها. صحيح ما كان معروف، وهم يحاولون يبينوا المصاعب اللي مر بيها، والجزء الأول مثل ما قلنا حصل على جائزتين إيمي. راح نشوف مقاطع بسيطة. It is a dark hour. You have failed us, Da Vinci. I couldn't abandon Lorenzo. So you abandon your destiny? You have allowed your sympathy to blind you to the greater struggle. The house of Da Vinci falls today! Our enemies will seize their opportunity. The Vatican. I speak of agents far more ancient. The blood of man is on your hands now. I had a vision. I was in the presence of something. I must search for an ancient hidden wisdom that men have died to protect. An undiscovered land. Which will unlock a treasure worth a thousand cities. It contains secrets that could put an end to wars forever. It's time to save the future. This could be the gateway to extraordinary things. Where is Da Vinci? We will apply unrelenting pressure until it surrenders. Leonardo will come for you. Tragically, not for you. Some things happen to me. مسلسل المجهولة هو من تأليف لمياء الزيادي وإخراج سمير عارف. العرض الأول لهذا المسلسل كان في رمضان 2013. رح ننتقل للنجم الكبير عادل إمام اللي أكيد هو معروف بأعمال الرائعة، عنده عمل جديد رح يكون برمضان 2014. اسم هذا العمل هو صاحب السعادة، راح يقدم لنا اياه مع نفس فرقة
ناجي عطا الله والزعيم وهمينا العراف ب 2013. كادر العمل نفسه حيكون فرقة العمل نفسها تماما، والمنتج اللي اشتغل وياه على هذول الثلاث مسلسلات اللي هو تامر مرسي اعرب عن سعادته انه هو راح يسوي عمل جديد وراح يتعاون مع نجم عادل امام للعام الثالث على التوالي. راح نشوف مقاطع بسيطة من اعمال هذا النجم. يلا. يا بدالله في ايه خير؟ البس هدومك دلوقتي وتعالى معايا حالا، لازم تسيب الاوتيل. منور العطارين يا معالي السفير. انت بتتكلم عن مين ساتر؟ عليا الطلاق ما حسيبك انا الصابر حرام. انا نصاب ابو السيد تقيله منك دي قوي. طب انا كنت عايش معاه العمر كله كنت عملت ايه؟ كنت فكرتني. خلاص يا سيد حقك عليها ما تزعلش حبيبي يا بابا. ولما بنت زيادة تقول على ابوك انه نصاب امال هتعمل معاك ايه؟ هتديك بالجزمه طبعا. بابا لو سمحت ما تظلمهاش، هي ما قالتش عليك نصاب، قالت عليك حرامي. ايه؟ لازم تعرف يا ابوي ان المعاصي اللي ارتكبتها في عمرك اللي فات هتستناك يوم القيامه، يوم لا ينفع مال ولا بنون، وليس امامك الان سوى أن تتفرغ للدعوة وإلا صرت خارجاً عن الإسلام. خارجاً عن الإسلام؟ أنا عندي إحساس إن أنا العريس مش لطفي. ربنا يسعدك يا رب. أنت أحلى واحد في الدنيا دي كلها يا بابا. إزيك يا حسام؟ قول يا باشا، مجرم مسجون زيك لازم يعرف هو بيكلم مين. حاضر يا ابني. ما تقوليش يا ابني، أنت هتتظبط. حاضر يا باشا. بلدي لا يمكن يحكمها واحد زيك. المفروض اللي زيك يتكسف من تاريخه الاسود. ايه اللي جاب سيرة التاريخ دلوقتي؟ انا جاي اتكلم في المستقبل. انا جاي عشان الناس الغلابه والبسطاء. ايه ده سامح بيه؟ انا معايا الناس. اشارت الفنانه رشوان انها تنتظر بفارغ الصبر العوده لتصوير مسلسل الضابط والجلاد، طبعا بعد توقفها منذ عامين. ننتقل لدانا حمدان، هي فنانه اردنيه حاليا تظهر بعمل اسباني باسم فويلو او الرحله. هذا العمل قصته مختلفه شويه، هم يكونون ثلاث فتيات من جنسيات مختلفه، طبعا هي واحده من هذول البطلات. أشاروا بالمكتب الإعلامي الخاص لدانا حمدان أنه هذا العمل راح يكون إطار درامي اجتماعي، يعني من واقع الحياة. على فكرة شيء كتير حلو وجميل أنه يعني فنانة عربية تصير بمستوى العالمي يعني وتروح وتشارك بعمل إسباني. بصراحة شيء كتير مهم يدعو للفخر يعني. الحلو أنه هذا العمل يكونون هم ثلاث فتيات صديقات من أيام المدرسة، ومعوقات الحياة وضغوطها تحاول تفرق بينهم، وبعد ما يخلصوا مدرسة كل واحدة منهم تسلك طريقة، وإحنا ما نعرف شنو تفاصيل هذا العمل، فاحنا راح نضل نتابع شنو المستجدات ونخبر الجمهور. اكيد نروح نشوف دانا حمدان لازم. يلا. اكتفت الممثلة توبا بالكتابة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إنه هذا العمل رح يكون رائع جدا، لكن هي ما تريد تشارك به. أحد الأسباب اللي ذكرتها إنه هي تريد تقضي وقت ويا زوجها. بعد غياب عامين متتاليين للفنان جمال سليمان الفنان السوري، نجح المخرج حاتم علي بإعادة جمال سليمان إلى كنف الدراما السورية، يعني قلب الدراما السورية. طبعا هما رح يتعاونون سوا ويا الكاتب فؤاد حميرة، لكن ما استقروا بعد على اسم للعمل.
من الأعمال اللي قام بها جمال سليمان هو التغربة الفلسطينية وملوك الطوائف. بتوقع لهم على فكرة هذا الثلاثي حيشكل يعني تجربة تكون كتير مهمة، يعني لازم نشوفها. صحيح، لأنه حاتم علي وجمال سليمان وفؤاد حميرة الثلاثة هم شخصيات معروفة ونجحوا بأعمالهم السابقة. رح نشوف مقاطع من جمال سليمان يلا. وأعماله يلا. صباح الخير. نعم يا سيدي، ممكن اشوف دكتور لو سمحت؟ اتفضل حضرتك، اوضه الكشف من هنا، انتظر لحظه والدكتور هيجي يكشف عليك. متشكر. العفو. غامض قوي قوي. دكتور خالد مطلوب في اوضه الكشف. صباح الخير. صباح الخير. اتفضل حضرتك، دكتور خالد معك. اهلا وسهلا. اهلا بيك عزيز عبد الله. اهلا وسهلا. تشتكي من ايه يا استاذ عزيز؟ بصراحه شغله بسيطه يا دكتور، بس انت لازم راجع الطبيب قبل ما تتفاقم. خير ما فعلت يا استاذ عزيز. ايه المشكله بالضبط؟ عم تجيني رعشه بايدي اليمين. انا بصراحه رجعت الدكتور قبل هلا واعطاني دواء، بس مع الاسف الدواء ما كان مزبوط، يعني ما اعطى اي مفعول. طيب تسمح لي اشوفها؟ ممكن اشوف ايدك التانية لو سمحت؟ خد بالك يا دكتور، انا بيانيست. مفهوم. ريح. استاذ عزيز، ايه نوع الادويه اللي بتاخدها؟ بترجاك يا دكتور، انا عندي حفله قريبا جدا، اعطيني دواء مفعول وسريع جدا. استاذ عزيز، الرعشه دي بتجيلك من امتى؟ فترة بسيطة جدا، تجي بتروح. مفيش وجع في الراس، وجع في الظهر، صداع؟ ابدا خالص. ابدا. تمام. طيب دقيقة واحدة. خير يا دكتور؟ لا مفيش حاجة، خير ان شاء الله. اتفضل حضرتك استريح دقيقة واحدة وارجع. راح يقوم بدور البطولة الممثل الهندي أنيل كابور. الهيئة الفرنسية للأفلام أعلنت أنه هي عندها مشروع جديد لترويج المسلسلات الفرنسية لجميع أنحاء العالم وبالذات للولايات المتحدة. وطبعاً الفرنسيين يحاولون ينافسون بكل الطرق الدراما العالمية والسوق العالمي. ومن جدير بالذكر أنه الدراما الفرنسية هي بتطور مستمر. النقاد وبعض الشخصيات يقولون أنه هذا التطور يعود لتعاونهم مع شركات إنتاج أجنبية. يعني برافو عليهم بصراحة، يعني حاطين كل الخطوات بحيث انهم يقدروا يوصلوا الدراما تبع بلدهم لأكبر قدر ممكن بالعالم. رح نشوف أجزاء بسيطة ومتعددة من الدراما الفرنسية. يلا. Plan from the start was when we got to the tunnels was to get to the lake because that's where the story was. Okay, through here. Through there? Yeah. Yep. It's a bit tight down there, Tubby. You reckon you're gonna make it? Directly below one of Sydney's busiest train stations is the forgotten water resource that's causing all the controversy. Yeah, nothing stood out to start off with. It was quite normal. Hey, Tangles. Yeah? Something wrong with the light. There's something stuck on it. Ah, shit! How did I not see that coming? I was starting to feel there was something not quite right. Bell Atmos. انتقلنا وياكم اليوم من بلد البلد وتنوعنا بأخبارنا الدرامية. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا ويانا. استنونا بحلقات قادمة مع أخبار جديدة. باي باي.